هذا يسأل عن المحرم للمرأة في السفر. المحرم للمرأة في السفر ضروري، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد من أقاربها أو من أصهارها، هذا هو المحرم، ويكون بالغا عاقلا يصاحبها في السفر. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، دل على وجوب المحرم في السفر للمرأة، وأنه لا يجوز لها أن تحج أو تعتمر أو تسافر أي سفر إلا ومعها محرمها، لأنها بحاجة إليه، لأنها ضعيفة قد تمرض، قد يصيبها مرض، يصيبها حادث من الحوادث، تحتاج إلى محرم يصونها ويدافع عنها وينظر في مصالحها، لأنها ضعيفة وفتنة. نعم.